للحديث عن تزايد حالات العنف الأسري والعنف ضد الأطفال في العراق مع ارتفاع معدلات البطالة، معنا من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. مرحبا بك دكتور أيمن. يعني بداية، كيف تنظرون إلى هذه المقاطع التي بدأت تنتشر شيئا فشيئا وبشكل كبير في العراق من مقاطع تتحدث عن العنف ضد الأطفال والعنف الأسري وما يتعرض له الأطفال بالعراق بشكل عام؟ تحية لك أخي الكريم وللمشاهدين الأعزاء. الحقيقة هذه المشاهد هو يعني كما يقال هو هذا رأس الجبل الجليدي، فالواقع الذي يجري في العراق أكثر مرارة، ويعني هنالك الكثير الكثير من هذه الحالات المأساوية. يعني وصلنا في العراق إلى مستويات لا يمكن أن توصف بحد العنف الأسري، ولا سيما ضد الأطفال وضد النساء. هنالك طبعا مسجلة في عام 2020 المسجلة منها هي أكثر من 17,000 حالة. طبعا جنابك يعلم والمشاهدون يعلمون أن هذه المسجلة هي أرقام متواضعة إذا ما قورنت بالأمر الواقع والجاري في العراق. نعم. دكتور، إلى أي مدى باعتقادكم أصبحت الأسرة العراقية اليوم مهددة، خصوصا مع تفشي العسكرة والميليشيات؟ عنف الميليشيات كيف انسحب على الأسرة العراقية بحيث أصبحت حياتها عنيفة؟ مؤكد أخي، هذا بالمطلق يعني الأمر له علاقة مباشرة، إضافة طبعا تضاف إليها مسائل أخرى رسبت هذه الحالة بشكل كبير في المجتمع العراقي، منها الجهل. ويعني اليوم نحو نصف سكان العراق أميون، منها الحالة الاقتصادية ومنها حتى تعاطي المخدرات، ومنها عدم تطبيق القوانين إن وجدت حقيقة، يعني لا توجد هنالك آلية تطبيق صحيحة. فهذه الفوضى السلاح التي تسببت بها ظهور الميليشيات، وهو الحقيقة هدف من أهداف الاحتلال أن يعني تظهر الميليشيات وتستفحل في المجتمع وتخلق حالة من الفوضى التي يستفيد منها يعني العناصر الخارجية، وهو بلا شك أنه يؤثر تأثيرا مباشرا في نفسية الإنسان العراقي، ولا سيما حالة اليأس التي يشعر بها العراقيون، جميع العراقيين، لأنها يعني كبت وقهر وظلم مركب وجرائم تترى يعني يوميا، كأنما الأمر يعني فيه منهجية وفيه مخطط حتى وصولا إلى هذه الحالة مع الأسف الشديد. وطبعا هذا غيظ من فيض، يعني الأمور كبيرة جدا جدا. نعم، وأنا أؤكد هنا أن هنالك الكثير الكثير من هذه الحالات لكنها بعيدا عن التسجيل وبعيدا عن الإعلام. وقلت أن هذه الأمور من عنف وما إلى ذلك إنما هي نتاج لمنهجية حاصلة على الأرض في العراق. ربما هذا يقودني إلى سؤال: من يتحمل مسؤولية هذه التغيرات الخطيرة في المجتمع، وكيف ساهم الانهيار الاقتصادي بوصول الأمور إلى هذه الدرجة من العنف الأسري في العراق ككل؟ أخي، الذي يتحمل هذه المسؤولية بالدرجة الأولى هو حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم، حكومات امتازت بالفشل، امتازت بالفساد، امتازت بالإجرام، امتازت بهدر الحقوق، امتازت بسلب الحقوق، امتازت في إيصال البلد إلى ما وصل إليه اليوم من تدهور وانحدار وانهيار على الصعد كافة حقيقة. يعني وما هذه الحالات التي نراها من العنف الأسري إلا هي أعراض جانبية لما يحصل
في البلد من الحالة السياسية المتردية، وغياب حقيقة الدور الحكومي، وغياب الدولة، غياب منظومة الدولة في العراق، وعدم الرغبة في تطبيق القوانين التي تضبط المجتمع وتحمي الحقوق وتوفر الحماية للمجتمع ككل، ولا سيما الفئات الضعيفة منه مثل النساء والأطفال، وهم ضحايا حقيقة، أو يعني أول الضحايا لما يحصل في العراق منذ 2003 وحتى اليوم. ليس بعيدا عن دور الحكومة دكتور أيمن، يعني دعنا نتحدث الآن عن خمول الدور القانوني المتمثل بالقضاء بالإضافة إلى الدور التشريعي المتمثل بالبرلمانات المتلاحقة التي جاءت على المشهد العراقي خصوصا فيما بعد الاحتلال عام 2003. جمود حالة القضاء والبرلمان فيما يتعلق بالعنف كيف جعلت البيئة خصبة من أجل ممارسة عنف أكثر في العراق ككل؟ أخي الكريم، اليوم القضاء والمنظومة القضائية حقيقة يعني فارغة أو فرغت من مضمونها، ولا تقوم بالدور المنوط فيها، لأنها يعني هنالك أدلة كثيرة وتتكشف يوميا أمام العراقيين أن هذه المنظومة غير صالحة وغير نافذة ولا تحقق الحد الأدنى من العدالة، ولا يمكن أن تحقق هذا الحد في ظل المعطيات التي ترزح تحتها هذه المنظومة، وتسييس القضاء وغياب العدالة، ويعني حقيقة غياب مقومات المحاكمات العادلة. فهذا كله أنتج حالة من الإفلات من العقاب، وأنتج حالة من يعني التقليل من شأن القوانين، والتقليل من شأن الحقوق، حقوق المواطنين عموما والفئات الضعيفة على شكل خاص، وهي موضوعنا. لكن هذا كله بالمجمل أنتج هذه الحالة من يعني عدم الاكتراث، و أصلا اليوم يعني حتى الذين يرتكبون هذه الجرائم هم يعلمون يعني علم اليقين أن هذه لن تكون هنالك رادع ولا محاسبة فضلا عن معاقبة، ولذلك هي في تزايد وانتشار، ويعني أرقام مرعبة الحقيقة، وهنالك حالات كثيرة غير مسجلة. الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك.